امرئ أن يقول إن الحق في واحد من المذاهب الأربعة أو في قول فلان من الناس دون من عداه، لا يجوز له ذلك. بل قد حكى ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين أنه قال: إن من يقول إن الحق في أحد المذاهب دون ما عداه أو في قول فلان دون من عداه فإن هذا مخالف للسنة، بل يجب أن يؤدب وأن يستتاب على قوله، لأن الحق إنما هو في الكتاب والسنة، وكل العلماء يجزم أن قوله يحتمل الخطأ، بل ما من امرئ أصاب في كل قول، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.